أهلا بكم في وين وين مغاربي. حقق منتخب المغرب فوزا كبيرا بسداسية نظيفة ضد نظيره الكونغو برازافيل ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الخامسة بتصفيات أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ليتصدر بذلك مجموعته برصيد 9 نقاط من 3 مباريات خاضها حتى الآن. علم موقع وين وين من مصدر خاص أن إدارة نادي العين الإماراتي ترفض التخلي عن الدولي المغربي سفيان رحيمي قبل كأس العالم للأندية التي ستقام العام المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية بنظامها الجديد. أفسد مدرب المنتخب الفرنسي الأولمبي تيري أونري مخطط الاتحاد الجزائري لكرة القدم بعد استدعائه لجناح فريق أولمبيك ليون ذو الأصول الجزائرية ريان شرقي للمشاركة في المعسكر التحضيري قبل أولمبياد باريس 2024، بعد أن قدم موافقته للاتحاد للالتحاق بالمنتخب الجزائري. سقط منتخب ليبيا أمام مضيفه الرأس الأخضر في تصفية كأس العالم 2026 بهدف نظيف، ليتجمد برصيده عند 7 نقاط ويخسر بذلك صدارة المجموعة الرابعة لصالح منتخب الكاميرون بفارق 1 نقطة بعد تعادل الأخير أمام أنغولا بهدف لمثله. قررت إدارة نادي إبسويتش تاون الإنجليزي تفعيل خيار تمديد عقد لاعب الوسط التونسي إدريس الميزوني ليكون بذلك ضمن قائمة الفريق الرسمية التي ستخوض منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل. قررت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد التونسي لكرة القدم تأجيل النظر في شكوى النادي الصفاقسي ضد الترجي الرياضي بسبب إشراكه 5 لاعبين أجانب في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 5 من مرحلة التتويج بالدوري التونسي. ختام النشرة المغاربية، إلى اللقاء.